خلينا أستاذ عدنان، أنا طبعا متلهف لهذا اللقاء من زمان. يا مرحبا. لأن ذكريات مسرحية المحطة ظلت بذاكرتنا، وأعتقد ماكو فترة قليلة إذا ما نعيد مشاهدتها. نعم، بنيت بناء صحيح، لكن خلينا نعطر الاستوديو بأجمل هاي الذكريات. نعم، خصوصا عند دخولك للمسرحية، مسرحية المحطة. نعم. وتأديك السلام بصورة غريبة وهي طريقة الغناء. نعم. خلي نسمع من المخرج. اقول لك يا ابويا ثواب لاهلك بعد الكفر ويجي القطاري بعد 3 ساعات. مالك يا عم تنقز نقز متعارك وياك هذه؟ ما تشوف البايسكل شلون صاير؟ شو انا يا همالتي؟ جاك مو قاعد هنا؟ ادري وانا قاعد ناطور. الا ناطور؟ ما واحد يلق قلبه على الثاني؟ اويب حقك. المصيبة مصيبتي، المصيبة مصيبتي. لا لا بنش اللي وصلني الهل ياهو. لا يا ابويا مو بنش. وانا اقول بنش. لا لا مو بنش. انا اقول بنش. انا ضبط الحكاية يا وليدي مو بنش. وانا ضبط العقال بنش. عشان تمرض اللي عليك تلح وتدوخ راسك، وانا عمك مريض تتعبني. اي بل اللي عندك من هذا ال كني نفاخة. لا يا ابويا هذا اللي يطلع هو فاق. اي عيني افل عروحي يعني. هو ضار عندي فكر يا زاير. يعينك الله. الله وكيلك طالع روحي. شوف جديد يا زاير. الله وكيلك شوف جديد. بس 10 رقعتي.